ينضم إلينا هاتفيا اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية. سيادة اللواء أهلا بك. في البداية مع الحديث عن وجود توافد كبير وإقبال من قبل القوات الأمنية والنزلاء والنازحين المشاركين في هذا اليوم، ما هي إجراءاتكم حول تأمين العملية الانتخابية؟ مساء الخير عليكم على مشاهدي قناتكم وعلى الشعب المصري الحبيب. حقيقة اليوم هناك انطلقت العملية الانتخابية للتصويت الخاص بالمنتسبين للأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون. اتخذت كافة الإجراءات بتأمين مراكز الاقتراع بعدد من الأطوار، إضافة إلى أنه هناك حقيقة اليوم ما شاهدته خلال تجوالي في مراكز الاقتراع هناك توافد وأقبال كبير من المنتسبين للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية. القيادات العسكرية أيضا متواجدة ضمن قواطع العمليات والمناطق المسؤولة والدوائر الانتخابية المسؤولة عنهم. حقيقة هناك انسيابية وهناك همة كبيرة من قبل المنتسبين للوصول إلى مراكز الاقتراع، وأعتقد أنه ستكون بنهاية التصويت إن شاء الله في هذا اليوم ستكون نسب التصويت كبيرة جدا باختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم إن شاء الله. طيب سيادة اللواء، بالحديث أيضا عن زيادة المشاركة في هذا اليوم في يوم التصويت الخاص، إلى أي مدى هذا أو هذه الأنباء ستنعكس بزيادة المشاركة أيضا من قبل المواطنين العراقيين في التصويت العام يوم الأحد 10 أكتوبر؟ أكيد مهم جدا. يعني اليوم عندما المواطن يشاهد هناك إقبال واتباع وهمة وكثافة بالتصويت، سيكون هذا حقيقة رسالة اطمئنان لأن يتحرك الناخب العراقي ويذهب إلى صناديق الاقتراع، وهذا ما وجهنا به حقيقة، أنه يجب على أبناء الشعب العراقي التوافد بكثافة وبقوة للانتخابات وهذا العرس الانتخابي. لم يبقى لنا سوى يعني يوم غد وبعد يوم غد، هو يوم 10/10 سيكون التصويت العام، وأعتقد أنه ستكون من خلال مشاهدتي للعملية الانتخابية والخطة التي وضعت سيكون هناك إقبال كبير ومتزايد من قبل المواطنين لمراكز الاقتراع. نعم سيادة اللواء، دائما ما يقترن كلمة الانتخابات العراقية بوجود أقاويل حول وجود ربما محاولات لتعكير صفو هذا اليوم، وما يوم الأحد هو يوم مهم بالنسبة للشعب العراقي والدولة العراقية فيما يخص التغيير المحتمل والقادم مع هذه الانتخابات. ماذا عن الانتشار الأمني أيضا لتأمين العدد الذي سوف يشارك والمتوقع أن تكون هناك مشاركة كبيرة في هذا اليوم؟ لا ابدا، يعني كقوات عسكريه وبمتابعه دقيقه من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحه، الخطه التي وضعت من خلال الامن الانتخابي خلال هذه الانتخابات كانت خطه دقيقه. اجرينا العديد من الممارسات والمحاكاه، وكان اخرها المحاكاه الخامسه بحضور السيد القائد العام للقوات المسلحه. هناك ثلاثه اطواق لتامين كل مركز انتخابي اضافه الى القطاعات الماسكه في الارض. ايضا لدينا قوات احتياط وقوات ضاربه جاهزه في حال ان كان هناك اي محاوله لتعكير صف الناخب او العمليه الانتخابيه. التوجيهات دقيقه، ان نضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بامن الناخب والعمليه الانتخابيه. اعتقد انه الخطه التي وضعت خطه دقيقه مبنيه على معلومات دقيقة وتوزيع القطاعات وأيضا قوات الاحتياط، إضافة إلى مشاركة اليوم كانت هناك مشاركة للقوة الجوية العراقية بتأمين سماء العراق من خلال طائرات F-16 وكذلك طيران الجيش العراقي. أنا أؤكد وأطمن الجميع أنه لا مجال لأي تزوير، لا مجال لأي عرقلة للأجواء، ومن سيحاول أو تسول إلى نفسه أن يعبث بالأمن والنظام خلال الانتخابات سيكون الرد حازم وقوي. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، شكرا جزيلا لك.